استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على جميع مكونات شعبنا الحبيب، شعبنا في قطاع غزة، استمر اليوم مؤسسة بيت المال بعطائها وعملها لتكون بجانب الأسر التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. كما تشاهدون اليوم قمنا بذبح عجلين لنقدمها للأسر النازحة والضعفاء منهم هنا في جنوب المحافظة. كما تشاهدون هنا يتم إعداد اللحم ليتم تجهيزه ثم تقديمه للأسر النازحة، ونقدم كل كلمات الشكر والعرفان وإلى من لا توفيهم الكلمات المساندين لغزة في ظل هذه الأزمة الصعبة. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وجعله تيسيرا لكم في الدنيا ومغفرة لكم في الآخرة.